كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم وبتشرف وجودكم. رابط قناتي المجانية بأسفل الفيديو. امبارحة كان في تداول ممل وضعيف في السوق، وغلبت سلطة البائعين على المشتريين بشكل كبير، وهالشي لسه بيدل الاحتمالات السلبية لو انكسرت منطقة الدعم يلي هي حاليا 31,000. طبعا هاي هي منطقة مهمة جدا. شباب، فيديو اليوم مختلف كتير عن اول. حديثنا مو بس عن العملات الرقمية، عملت شوية بحث عن موضوع معين لازم ناخده بشكل جدي. في شخص اسمه بيتر، محلل قديم ومخضرم، صار له 40 سنة محلل اقتصادي، عم يقول كل 40 سنة او 20 سنة بمر السوق بمرحلة سلبية. طبعا سوق الاسهم عم بقصد بشكل عام، مو بس العملات الرقمية، انه رح ينتهي سوق الاسهم بعام 2021. طبعا في فيديو لهذا الشخص بال 2018 عمال بيحكي على نفس التوقيت. طبعا ما رح ننسى انه الامر مرتبط بالبورصة الامريكية. طبعا انهيار البيتكوين طبعا مرتبط باسواق البورصة الامريكية. طبعا هاد مجرد توقع لهذا الشخص المحلل، حتى يمكن يكون في له اهداف من كلامه. طبعا مثل اعطاء القيمة للدولار الورقي على حساب الدولار الرقمي، عم يشجع على ادخار على عملات الورقية. طبعا هاد كان مختصر كلامه، وفي خبر سيء لا يبشر بالخير منقول على الحرة، انسحاب مؤسس العملتين الدوج كوين والاثريوم. طبعا للتوضيح انا قلت انسحاب المؤسس فقط، وسبب هذا الانسحاب لخوف بيتعلق بالسلامة الشخصية. طبعا في عالم داخله بملايين الدولارات، واذا راحت ما راح تسكت. وطبعا هو قال راح يبيع الشركه الخاصه فيه بالبرمجيات، وراح يتم التركيز على اعمال خيريه. طبعا هذا الشخص ما بيعمل هيك، طبعا هو بده يطلع من الموضوع خوفا على سلامته. طبعا هذا الشيء راح يتاثر بالعملات الرقميه بالايام اللي جاي. صديقي، هل تعتقد ان العملات الرقمية رح تنجو من هذا الانهيار؟ رابط قناتي المجانية باسفل الفيديو. بتمنى ترسل لي رأيك وادعم الفيديو بلايك وفعل زر الجرس. والسلام عليكم وبالتوفيق للجميع.